السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. بعد يعني الفوز و يعني المورال عاود ولات كما يقول لك الفرحة والبسمة على أنصار وجوه أنصار المنتخب الوطني الجزائري الحقيقيين، لكن شأن دخلاء في كرة القدم لا يفقهون شيئا في كرة القدم وليس لهم وطنية أو انتماء لهذا البلد العزيز والحبيب. عندهمش انتماء، أنا أقول لكم ما عندكمش انتماء، اتركوا المنتخب وروحوا هدروا على حاجة أخرى، لانكم لا تبغي الا كما يقول لك تكره بلادك ما تضرهاش، سكت تكرهها كي تشوف من بعيد ماشي تضرها، فهم؟ هذه هي الناس دخالة على كنتوما دخالة على كره القدم. السي في تاعكم واحد يعني تربيه الكلاب، واحد كان في الكوزينه تصيب مهرج في القنوات هنايا من اول كلام تاعو قال لهم انا بكري كنت نقايص لابوليس 2000 مع أبريك، قال لهم كنت نقايص لابوليس. واو لله تصيب واحد هكا ينتقد يعني كان في الصحافه في الاعلام يعني مختص في الثقافه مغني تا ولا يهدر على البلوطه، اما تقول له هدر لي كوتي تكنيك والله ما يعرف كوتي تكنيك، والله مازال هذاك المهرج اللي قال انا كنت نقايص سيانات والله ما يعرف كوتي تكنيك، والله ما يعرفه. يقعد معايا في طابله يديروا لنا طابلو، نوقف معاه هنايا يديروا لنا طابلو ويديروا لنا الخطه ويقول لي ولا يديروا لي اي مباراه يعني في شوف في زوج ماشي زوج دقائق يعني في البدايه نعرف كيفاش يلعبوا، في البدايه نعرف كيفاش يلعبوا، نتحداهم كاع وهذا المخنث بو كلب كاع اللي معاه هذا كيما ذاك المهرج كيما ذاك تاع الغناء يجتمعوا ارواحوا بيتحاموا فيا مباراه لايف مباراه انا نعطيكم كاع كي يلعبوا والله ما تعرفوا. لكن للاسف يوجد اعداء الكثر اعداء الجزائر هما المتابعين تاعكم، وكاين مسكين متعاطف رايح طايح على راسه مسكين ما بالو باللي راكم تحضروا في الحقيقه. هذا مكان وين يسعى الناخب الوطني يعني وين خمس لاعبين جدد مرشحين لتدعيم صفوف الخضر يعني في التربص يعني في شهر سبتمبر ان شاء الله، يعني وين يسعى الناخب الوطني فلاديمير لتعزيز صفوف الخضر باسماء جديده تمهيد للمشاركه في بطوله امم افريقيا المقرر اقامتها في المملكه المغربيه 2025. احنا مازال ما علموش وينتا، لازم نقول 2025 مازال ما علموش، يعني ما قالكش 2026 ولا 2040 ولا يا خويا انا مازال 2025 نقول 2025 صيف 2025. وناس اللي يضحكوا كاين بزاف كاين نقول لكم كلمه على بالك باللي ناس فرحانه يرسلوا لي ميساج عندي ولا لي كومونتير راه شرقي راح اختار فرنسا، يوم شي اختار فرنسا راح مال ايفان تروا راح يلعب مال ايفان تروا الله يسهل عليه يروح يلعب يدير قيم يدير يعني يدخل روحه في السوق الانتقالات الله يسهل عليه يا خويا انا المهم سبتمبر يكون معايا، يعني كي راح لعب في الايفان تروا ماشي يعني رفض الجزائر يبدا ما تعرفوش بصح غادي نقول لكم هذا الصوالح حسين يبدا 2009 دا كاس العالم مع المنتخب الفرنسي ايفان تروا دا كاس العالم ايفان تروا دا معاهم كاس العالم موراها وين جا 2009 2010 لعب معنا كوب دي موند حنا مع الجزائر لعب كوب دي موند معنا مع الجزائر لما على بالكش كان يلعب في بنفيكا كان يلعب في بنفيكا ما على بالكمش بها ومن بعد راح نابولي انت ما تعرفوش هذا السؤال ما على بالكمش الله غالب اش غادي نقول لكم ربما اول لاعب جزائري دولي لعب مع نابولي على ما اظن الاخر كيسموه يبدا ومن بعد زاد موراه كيسموه تاعنا غلام ومن بعد زاد موراه بن ادم الوناس انتم هذه ما على بالكمش بها. ومن الممكن أن يشهد تربص الشهر سبتمبر منتخب الجزائر خلال شهر سبتمبر المقبل تواجد
بعض اللاعبين جدد ونتكلموا على ابرز اللاعبين المرشحين للالتحاق بالمنتخب الوطني خلال شهر سبتمبر. يعني مايكل اوليس ينشط في منصب جناح ايمن وايسر ويلعب في نادي كريستال بالاس الانجليزي. رايان شرقي يلعب في منصب وسط الميدان الهجومي رفقة نادي ليون الفرنسي. ابراهيم مازا ينشط في منصب وسط ميدان الهجومي رفقة نادي هيرتا برلين الالماني. هنا ابراهيم مازا هنا بين هدر على ذاك المخنث اللي يسموه هشام العريضة. المخنث اللي يسموه هشام العريضة يعاير في مصطفى مازا، وهذاك بو كلبة يعاير في مصطفى مازا. مصطفى مازا سوف يقدم لعاب ابن اخيه ولد خوه غادي يقدمه للجزائر. انت واش قدمته للجزائر؟ واش قدمته للجزائر؟ قول لي تشوف واش قدمت الجزائر. خدمت خدمه الوطنيه؟ ما خدمتوش. ما عندكمش نتحداكم نجيب لكم انا تاعي. خدمت نتوما واش قدمتوا للجزائر؟ نتحدى بو كلبه ونتحدى ذاك المخنث. واش قدمت؟ ولي خدمه وطنيه. انا خدمت خدمه وطنيه، حاجه اللي قدمتها للجزائر وطلقت نقدمها لبلادي. درت خدمه وطنيه، انا خدمت، روحت للارمي خدمت. قول لي نتوما واش قدمتوا؟ كي تنتقدوا ناس تنتقد انت يا مصطفى مازا. مصطفى مازا في العشريه السوداء يعني بقرار من الدوله قالوا نقعدوا عاونونا لهنا. قعد هو بلال الجزيري بزاف 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 بزاف. شيف الوزاني راح المغرب وعاود ولا وقالوا عاونونا قعدوا هنا عاونونا عاونوا بلادكم. قعدوا هنا وما يبوش يهضروا، مساكين ساكتين ما خلاهمش يخرجوا. قالوا قعدوا عاونوا الجزائر، رانا في عشريه سوداء عاونونا قعدوا. كانوا عندهم اتصالات مع منتخب مع انديه عربيه ولا خليجيه ولا اوروبيه، بصح الدوله قالت لهم اقعدوا هنا بلادكم. الى روحتوا نتوما سبور، شكون نتوما؟ راكم هذا الجيل نتوما، مشوا نتوما قعدوا. وقعدوا مساكين قعدوا هنا في الريسك. كيما واحد اللاعب بكري كان يلعب في الحراش، كوما راح شبات في لوتيل مع الجواره كان غادي يموت هو. الصباح بات في كان يلعب في الحراش والعائله تاعو في براقي. الصباح مينا صاب العائله تاعو كاع ميته، هو يوجد الغدوه باه يلعب، صاب روحو العائله تاعو كاع ميته. هو كان يلعب في ليكيب ناسيونال، بالك واحد العام ولا عامين هو مخلوص من راسه باش عاود يكذب روحو مسكين وكلش. عائله كومبلي ميته. تا واش قدمت؟ قول لي تا واش قدمت؟ تعايروا الناس، تعاير سواد البغل. ابراهيم مازا ينشط في منصب وسط ميدان الهجومي رفقة نادي هيرتا برلين الألماني. أمين شيخة يلعب في نادي كوبنهاغن الدنماركي وينشط في مركز مهاجم. سمير شرقي يلعب في نادي أبسي باريس الفرنسي وفي منصب قلب الدفاع. هذو هما متاحين في شهر سبتمبر إن شاء الله. وتكون يعني انطلاقة، أنا قلت لكم انطلاقة بدأت من أوغندا، ترى قلع من الفم والهضره قليله، ترى قلع من الفم والهضره قليله، هذه هي ترى قلع من الفم. وان شاء الله بربي يكونوا في الصواب برك، هذا مكان يكونوا في الصواب برك. اللي تلعب بوله الناس اللي تخدم خويا، تهضر تاع الرجاله، تهضر تاع الرجاله، تهضر تاع ابراهيم مازا ولا تهضر على ابراهيم ولد خوه، غادي يجيب ولد خوه. رغم ان كان محروق في الاول هذا ابراهيم، هذا مصطفى، هذا ابراهيم، ابراهيم مازا هذا كان محروق يعني من الفئه اللي كانت مقبل. بصح مصطفى مازا لعب دور كبير، قال بلادي، هدر مع خو مع بابا الطفل، قال له الجزائر بالك، قال له اسم تاع العائله، قال له الاسم تاع العائله، هذه هي خويا. قال له لازم الاسم تاع العائله يمثل الرايه الوطنيه. قول لي نتايا اللي رقصت على 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 السبع كي شتو مريض، قعدت ترقص يا واد الصبع، يا الصبوعه يا
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.